السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس، ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو الاسماء الحسنی 57 to 62. سو لسن ٹو می کیئرفلی. الاسماء الحسنی المحصی المبدئ المعید المحیی المميت الحی المحصی المبدئ المعید المحیی المميت الحي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي. Listen to it very carefully and learn it by heart. Now we will learn the Islamic months. Number one, محرم الحرام. Number one, محرم الحرام. Number two, سفر المزفر. سفر المزفر. Number three, ربيع الأول. ربيع الأول. Number four, ربيع الثاني. ربيع الثاني. Number five, جماد الأولى. جماد الأولى. Number six, جماد الثاني. Number six, جماد الثانية. Number seven, رجب المرجب. رجب المرجب. Number eight, شعبان المعظم. Number eight, شعبان المعظم. Number nine, رمضان المبارك. Number nine, رمضان المبارك. Number ten, شوال المكرم. Number ten, شوال المكرم. Number 11, ذو القعدة الحرام. ذو القعدة الحرام. Number 12, ذو الحجة الحرام. ذو الحجة الحرام. Once again, we will repeat. The Islamic months. Number 1, محرم الحرام. Number 1, محرم الحرام. Number 2, سفر المزفر. Number 2, سفر المزفر. Number 3, ربيع الأول. ربيع الأول. أول. Number 4, ربيع الثاني.
Number 4, ربيع الثاني. Number 5, جماد الأولى. Number 5, جماد الأولى. Number 6, جماد الثانية. جماد الثانية. Number 7, رجب المرجب. رجب المرجب. Number 8, شعبان المعظم. شعبان المعظم. Number 9, رمضان المبارك. Number 9, رمضان المبارك. Number 10, شوال المكرم. شوال المكرم. Number 11, ذو القعدة الحرام. ذو القعدة الحرام. Number 12, ذو الحجة الحرام. Number 12, ذو الحجة الحرام. Listen to it very carefully and learn it by heart. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.